شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ رمضان؟ اهلا بيك يا شيماء، ربنا يمن عليك ازي حضرتك؟ بالحج، بالحج ان شاء الله الله. يخليك يا رب شيخ رمضان، احنا وانت وكل السامعين يا رب. امين يا رب، اتفضلي. احنا بنحبك في الله قوي يا شيخ رمضان. الجماعه الاسكندرانيه دول جمال قوي، احنا كمان بنحبكم في الله يا شيماء، ربنا يكرمك. الله يخليك يا شيخ رمضان يا رب، ويكتب لك الحجه ان شاء الله. واياكم واياكم، اتفضلي سؤالك. معايا ستي يا شيخ رمضان بتحبك جدا جدا جدا. بنتك؟ ستي ستك. ستي وعلى عيني وراسي طبعا. الله يخليك يا رب. جدتي، يعني احنا بنقول على ستي هي جدتي، بتحبك جدا جدا وعلى طول تدعي لك ربنا يا رب تكتب لك الحجه وتشرب النمر زمزم ان شاء الله. واياكم ان شاء الله، ربنا يكرمك. سؤالك ايه يا شيماء؟ الله يخليك. سؤالي يا شيخ رمضان، انا دلوقتي ست كبيره. ايوه. وجدي الله يرحمه معاه فلوس كتير وكده، وكتب للبنت والولد ايه كل واحد شقه. ايوه. بعد ما توفى جدي، ستي كتبت للبنت وللولد وكله خد حقه وكله مهتم في كل حاجه. طيب. وهي دلوقتي معاها شقتها. ايوه. اللي هي عايشه فيها. عايزه بعد عمر طويل ليها ان هي تأجرها وتطلعها لله. ايوه. للجامع، لناس يتامى، لاي حد محتاج تطلعها له. حاضر. وهي عملت جامع، هي وجوزها قبل ما يتوفى هو عمل جامع. يعني نقدر نقول حلال. يا شيماء، يعني نقدر نقول ان جدتك عايزه تعمل حاجه اسمها وقف خيري، صح كده؟ ايوه، للشقه بتاعتها. الشقه دي بتاعتها عايزه بعد، يعني ربنا يديها طولة العمر، خيركم من طال عمره وحسن عمله، بعد ان ياتي اجل الله الشقه دي تتاجر ويجي منها عائد، والعائد الربح ده العائد ده يتوزع على الناس الفقراء والمساكين. ايوه، للفقراء والمساكين، تصرف على الجامع بتاعها منه. حاضر. اي حد محتاج حاجه ياخد منه. شكرا ليك يا للناس المساكين. هجاوبك يا شيماء، شكرا ليك. الوقف الخيري ده يعني يا ريت نعمل كده يا جماعه. ما حك جلدك مثل ظفرك، خلونا اجيبها لكم بمنتهى الوضوح والصراحه. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك. انا معايا فلوس دلوقتي، انا منتظر ان الورثه بعد ما اموت هيعملوا لي صدقه جاريه. ربنا هيحنن قلوبهم. وهيعملوا لي صدقه، هيعملوا لي بقد ايه؟ 5% مما املك؟ ده يبقوا ايه؟ ده يبقوا عبقره. 10%؟ طب ما انا حي ارزق، اقول الحمد لله معايا الفلوس. اعمل لنفسك صدقه من دلوقتي. مين معانا؟ يا أسماء، سلام عليكم. يا أسماء، معلش يا أسماء ما اتأخرت عليك، بس كنت عايز أكمل الجزئية دي. فلازم نعمل صدقة، كل واحد يعمل لنفسه الحاجة. كمان بقى الوقف الخيري، إنك تيجي تعمل حاجة كده تدر ربح وتوقفها في سبيل الله. ده بقى أنت يا شيماء النهارده، او النهارده هتلاقيهم من بكره تسالي بقى في وزاره الاوقاف ايه الصيغه القانونيه، ايه الشق القانوني، ازاي اعمل حاجه وقف خيري العائد بتاعها يروح للاماكن الفلانيه. ده شق قانوني بقى تساله فيه. انما من الناحيه الشرعيه طبعا الانسان وهو حال حياته يقول والله انا عايز اعمل صدقه بالشيء الفلاني، والله انا عايز اتبرع بده، انا عايز اعمل وقف خيري هنا، انا عايز اعمل دار ايتام هنا، انا عايز اعمل جمعيه خيريه هنا. وده شيء جميل. يعني اذا مات الانسان، حديث رواه الامام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. خدوا بالكم بدا بايه حضرات؟ بالصدقه الجاريه. اعملها من دلوقتي، ما تبخلش على نفسك. القرآن يقول فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. احنا اللي محتاجين ربنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.